أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية الجي سي إي. ها نحن طلابي نلتقي معكم للأسبوع الرابع على التوالي، وسيكون الحوار في هذا الأسبوع واللقاء بحول الله وقوته مع كتاب الأصيل من مادة اللغة العربية، وسيكون الحديث بحول الله عن الجملة الفعلية بداية، ومن ثم سيكون الحديث عن الظروف، وبعد ذلك سيكون الحديث بحول الله عز وجل عن موضوع امتحان في المادة التي سبق ودرسناها من مادة القواعد ومادة الكتابة المقالية التعبيرية. إذا ما تحدثنا طلابي في مادة القواعد للجملة الفعلية، سيكون التركيز بداية قبل ذلك على تقسيمات الجملة الفعلية. وكما تعرفون طلبتي بأن الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل عادة، على سبيل المثال نقول يكتب، هذا فعل ماضي، فعل مضارع، يشرب، شرب، هذه كلها أفعال تدل على أن الجملة جملة فعلية. إذن الجملة الفعلية هي الجملة التي تتكون من فعل وفاعل ومفعول به، وهذه التقسيمات الثلاثة للجملة الفعلية. إذا ما انتقلنا للجملة الفعلية في القسم الأول، الفعل الماضي، وفي الفعل الماضي نقول هو كل ما دل على حدث وقع قبل زمن المتكلم، ونقول مثل دخل، خرج، فهم، شرب، كتب، لعب، إلى آخره من الأفعال. إذا ما انتقلنا للفعل المضارع فقط عليك أن تدخل عليه أحد حروف كلمة آنيت أو نأتي، هذه الحروف على سبيل المثال دخل في الفعل الماضي، يدخل في الفعل المضارع، يخرج، يلعب، نلعب، إلى آخره من الأفعال الفعل المضارع. وأيضا هناك حالات لبناء الفعل الماضي كالفتح والسكون والضم، وهناك حالات لبناء الفعل الماضي في واو الجماعة والسكون إذا ما انقسمت إلى الضم والفتح، والسكون في السكون تاء التأنيث والضمير ونون النسوة، وفي الفتح لها عدة علامات إعرابية. أما طلابي إذا ما انتقلنا للحديث عن الظروف، فكما تعرفون هناك قسمين من الظروف، ظروف مكانية وظروف زمانية. الكلمات التي لا تتغير الحركة الإعرابية فيها هي كلمة عند أو الظرف ظرف المكان، عند، تحت، فوق، جانب، أمام، خلف، هذه الكلمات هي كلها ظروف منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وما بعدها يكون مضافا إليه مجرورا وعلامة جره الكسر. طلابي هذا يعني سيكون مجمل الحديث بحول الله وقوته في موضوع درسنا لهذا الأسبوع. أيضا سيكون لكم أن تقوموا بكتابة مقالة تعبيرية، وهذا سيكون ضمن امتحان في الحصة الأخيرة من الأسبوع الرابع، أن تكتب جزء في مقالة بالامتحان، وأن تقوم بحل أسئلة على مادة القواعد التي تم شرحها خلال الأسابيع الماضية، من جملة اسمية، جملة فعلية، ظروف، حروف جر، ظرف مكان وزمان، وغيره من مادة القواعد التي شملها الحديث. إذا أردت أن تدرس، عد للمنصة التعليمية للمدرسة واذهب إلى كتاب الأصيل لمادة القواعد. هذا طلابي مجمل الحديث، دمتم في رعاية الله طلابي الأعزاء، على أمل اللقاء بكم بحول الله وقوته.